بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عطلة يا جماعة دايما يظهر بالأخص في الشلالات كارير أو مكان باكج كارير أو دي إكس كارير، اللي هو لوس كوميونيكيشن. لوس كوميونيكيشن يعني عدم التوصيل الجيد. في بعض الشلالات التانية ممكن زي الشلالات ترين يقول لك نو لينك. طب إيه حكاية لوس كوميونيكيشن؟ قبل ما يجي لك عطل زي ده او تحب تحل عطل زي لوس كوميونيكيشن، لازم تفهم يعني ايه لوس كوميونيكيشن. دلوقتي عندنا التشيلر ده مثلا، او اي تشيلر عباره عن مثلا دايره A ودايره B، او كباس واحد وكباس اتنين، ممكن يقول لك لوس كوميونيكيشن كومبريسور واحد، او لوس كوميونيكيشن كومبريسور اتنين، لوس كوميونيكيشن دايره A، لوس كوميونيكيشن دايره B. طيب لوس كوميونيكيشن ده بيجي نتيجه ايه؟ احيانا كده مثلا تلاقي ان كارتة الكباس متوصل عليها جاك، بس الجاك دوت فيه لوز، تمام؟ واغلب الشلالات كارير بيكون فيها الجاك الشوكة دوت. احيانا الجاك الشوكة ده بيبوظ، فتحتاج ان انت تغيره وتجيب له ترميلة زي كده، الترميلة الخضرة دي او السوكت الاخضر. انا معايا اوريه لكم اهو، ده يا جماعة البديل بتاع الترميلة الشوكة. حاول بس اوضح الصورة. ده البديل بتاع الترميلة الشوكة اهي، وادي الترميلة الشوكة نفسها، اللي ما شافهاش بس يعرفها. لحظة واحدة، اهي الترميلة الشوكة يا جماعة ديت بيخش فيها السلك. انا حاول ادور لكم على واحدة اوريها لكم. بيخش فيها السلك، هي عاملة زي المقص، لازم تدخل السلك فيها كده كانه مقص بالظبط كده، بيبقى عامل كده. السلكه تخش زي ما هي بالبلاستيك، ويروح البلاستيك جريحه كده، البلاستيك يجرح السلكه وتوصل. فلو ظهر معاك العطل بتاع اللوس كوميونيكيشن ده، مطلوب من حضرتك، وده من اصعب الاعطال اللي هتقابلك، مطلوب من حضرتك تيجي تفك كل الاسلاك ديت وتطهرها وتوصل تاني، وتحط ماده منظفه. يعني الكارتة دي كانت مدينا لوس كوميونيكيشن، شلنا الترميلة الشوكة وجبنا الترميلة دي وجبنا ده وجبنا ده، فده من ضمن الأعطال اللي ممكن تواجهك، فدي طريقة حلها. حياتي بيكم، سمين صلاح، أسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة ربط الدوائر ببعضها، هو هنا عامل ايه؟ فاحنا عندنا مشكلة في السيركت بي موتور سنسور 11 12، اللي هو 11 و12، واللوس كوميونيكيشن اللي هي 31 و32. هو هنا رابط الفانة المراوح، السلك ده ربطه بالبوردة بتاعت بيتو مع الكومن، بحيث ان البيتو لو اشتغلت يوصل مع المراوح. طب في نفس الوقت وعايز يربط البيتو هنا السلك ده مع البي 1 اللي هو فوق ده. ليه؟ عشان البي 1 لو اشتغل يوصل على البي 2، وده عباره عن كوبري يوصل على الفان. يبقى لو البي 1 اشتغلت، ادي الكومن بتاعه اهو، خش على الاكستنشن بورد دي، البي 1 هتدي هنا للبي 2 الكابل لوحده دوت، والبي 2 هتدي للفان. فاذا لو بي 1 اشتغلت ما راحش تشتغل، بي 2 اشتغلت ما راحش تشتغل. طب هو عايز يربط السيركت بي بالبورد، راح جه عمل ايه؟ جاب الكابل لوحده ده وده فين؟ وده على المايكرو بورد هنا اهو، وده على المايكرو بورد هنا. طيب نفس الفكره في دايره ايه، وعايز يربط المراوح بالاي 1 والاي 2. ادي المراوح اهي، ده بتاع المروحه اهو، ربطه بالاي 1 هنا بده، احنا كل ده قسنا اهو، والاي 1 ده كوبري. الاي 1 خد من الكومن ده ادى على الاي 2 هنا، تمام؟ ادى على الاي 2 هنا. طيب يبقى اذا الاي 2 ده اطرافه فوق، احنا فاكرين الكونكتور اطرافه فوق، وادى على الاي 1 هنا، تمام؟ اهو ده انا عامل كباري، وخد من الاي 1 على الفانه، خد من الاوان على الفانه، ومن الفانه على المايكرو بورد فوق، تمام كده؟